تعزيز التعاون بين الجامعات الإفريقية وتبادل الخبرات في مجال التعليم الافتراضي ومواكبة الإصلاحات المدمجة من طرف المؤسسات التعليمية، أهداف التأم بشأنها الملتقى الثاني للاتحاد الإفريقي لتطوير التعليم الافتراضي بالرباط. لا أحد يمكنه تجاهل أهمية كل ما هو افتراضي وكل ما هو رقمي، خاصة التعليم الافتراضي، وجامعة محمد الخامس مستعدة لدعم كل المبادرات الكفيلة بتقديم الإضافة للمغرب ولإفريقيا بشكل عام. المشاركون في هذا الملتقى شددوا على المكانة التي يحتلها التعليم عن بعد في عالم اليوم، مع الإشارة إلى أهمية انخراط الجامعات الإفريقية في هذا التوجه الجديد. عدد الجامعات الإفريقية في ازدياد، وهناك طلب ملح من عديد بقية الجامعات. احنا في هذه الدورة ستفتح إذن الدخول لهذا المنتدى، وإن شاء الله هناك ملتقيات أخرى على مستوى إفريقي لمزيد انخراط الجامعات. ويتضمن برنامج هذا الملتقى المنظم على مدى يومين ورشتين يشرف عليهما خبراء متخصصون، الأولى تتناول كيفية إقامة مشاريع مشتركة يتم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، والثانية تتعلق بتكوين المكونين والتعرف على الأساليب البيداغوجية الحديثة المتعلقة برقمنة التعليم.